السلام عليكم الوالدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد، جبت لكم فيديو جديد وفكره جديده. مهم غير تبعوني في الفيديوهات كاملين ان شاء الله، غادي تتبعوا معايا اي حاجه بحاجه. مهم اليوم جبنا هاد البيض ديال جافيل، ما كنلوحهمش باش تشوفوا شنو غادي نصايب بهم. المهم هنا كنقطع على الحد ديال هذوك الدريجات اللي فيهم كيف ما هكا، يعني بالموس، وحتى هذاك الفوقانيين ما كنلوحهمش. كلشي غادي نقول لكم شنو غادي ندير بهم وكيفاش غادي نرجعهم في الشكل النهائي. دابا انا غير كنبريباري معكم ان شاء الله، كلشي غنجمع لكم في فيديو واحد. كيف ما شفتوا قطعتهم كاملين بالموس وعاود قطعت بالمقص كيجي اسهل. فهنا غادي نحاول نقادهم كاملين في الجنيبات ديالهم باش نديرهم يعني قد بعضياتهم، ما يبقاش شي طالع شي هابط. كيف ما كتشوفوا يعني بالمقص كتجي سهله ودغيا كيتقطعوا، يعني كيكون رطب. ومن الاحسن من الاحسن اختاروا هاد البيض البيضين، حيت هادوك ديال سانيكروا كيكونوا شفافين ودغيا كتاثر عليهم الشمس، ديال العكس ديال هادو هادو. المهم كيف ما شفتوا بدلت المقاس باش تجيني سهله. والبنات بقاو تبعوا الفيديوهات كيف ما قلت لكم، فيديو مورا فيديو، حيت يعني الكماله ديال هذا الفيديو غتلقاوها في فيديو اخر اكيد. فغير تبعوا الفيديوهات وحاولوا تعقلوا على كل حاجه كيفاش غادي نديرها معاكم. فكيف ما شفتوا هنايا غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا، وما غاديش نخسر لهم داك الديكور ديال ديك الدريجات، غادي نخليهم هكا. وكنحاول نقادهم حتى يوليو بهذا الشكل هذا. المهم من بعد ها هما كيف ما تشوفوا كيوليو قياس واحد، وهذاك الدريجات كيعطيوهم منظر زوين. فهنايا ممكن تلونوهم باي صباغه بغيتو، يعني اللون اللي بغيتو نتوما. انا بما انني دايره الغوز والصفر غادي نصبغهم بالموف الصفر، عفوا غادي نصبغهم بداك الموف اللي دايره في السراجم، وحتى داك الصفر اللي انا عندي. فهنا باش غادي نلقى الموف خاصني نخلط الابيض، ندير ليه واحد شويه ديال الازرق باش غيولي عندي البلو سيال. غادي نخلط في داك الحك الصغير، غادي نطلق شويه بليسانس حيت ليسانس كيخلي الصباغه تجي بريون وما كتنشفش لينا بحال الا ضفتي فيها الدوليو. المهم انا غادي نحصل على اللون الذهبي، على اللون البلو سيال. هنا كنغسل الشيته في ليسانس باش تحيد لي من ديك الصباغه اللي درتها من قبل. صافي كيف ما كتلاحظوا دائما كندير حدايا زويف باش كتجيني الخدمه نقيه. المهم هذا الفيديو البنات لقعتو وعكست عليه بزاف بزاف بزاف. المهم غادي نخلط هنا باش نلقى الموف كيف ما قلت لكم. غادي ندير شويه من الصباغه ديال اللون الابيض، وهاد الصباغه ديما هي اللي كنخدم بها. غادي نضيف عليها شويه ديال الازرق باش تولي ليا بحال البلو سيال. وعاد ديك الساعه غادي نبقى نضيف في اللون الاحمر، هو اللي غادي يعني هو اللي غادي ندمجوه معاهم باش نلقاو البنفسجي. هو البنفسجي صعيب بزاف باش تلقاوه، صعيب 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 صعيب. غير هو انا واخا درت البنفسجي في اخر لحظه يعني تبدل لي البروغرام، مابقيتش بغيت ندير يعني صافي ما عجبنيش داك الصفر، الميلونج ديال الصفر مع الموف، فبدلت غادي ندير غير الصفر مع الابيض، والسراجم غادي يبقاو بحال هكاك. المهم كلشي غادي تشوفوه معايا اكيد، انا راه حال وعقل، يعني نقدر ندير حاجه ما تعجبنيش صافي كنبدل بحاجه اخرى. المهم البنات هنا كيف ما كتلاحظوا انا بديت كنصبغ فيهم، عرفتوا ملي كيتصبغوا ما كيبقاوش يبانوا انهم بيض ديال جافيل، وبالخصوص هذاك الشكل اللي غادي ندير لكم. غير تبعوا الفيديوهات كيف ما كنقول لكم، يعني فيديو على فيديو غادي تشوفوا النتيجه ديال هذا الشيء اللي كندير. غير هو الصراحه ما خرجش ليا داك الموف اللي داير انا في السراجم، يعني هذاك العكري، فغادي نبدلهم بالبيض. المهم بغيت ندير غير البيض والصفر والكحل. المهم نتوما قولوا ليا انا ما كرهتش ندير الالوان، ولكن حيت عندي ديك المساحه صغيره شويه، الا كثرت ثاني الالوان غادي داكشي ماشي هو هذاك. فغنخلي لكم اقتراحاتكم، قولوا لي يعني الالوان اللي كيجيو مع بعضياتهم، حيت انا غادي ندخل الصفر حيت الصفر كيجي مع هذاك العكري غزال. فهذاك الشيء علاش يعني قلت نبدل هذا الموف بحال وتا الدار، يعني كنتشاور مع ايمان وداك الشيء، قالوا لي من الاحسن ما تدخليش هذا الموف، راه غلق ديك البلاصه، يعني ديري ديك الالوان اللي مفتوحه. دخلت يعني حتى الاسود، انا نوريكم في اخر فيديو كيفاش درت ليه. المهم انا غير كنفيق البنات، راني كنطلع للسطح
كيف ما قلت لكم يعني كنفول الصراحه. صافي هنا ساليت حيت عاد علينا خالتي الغدا، فغنسد الصباغه حتى نرجع في العشيه ونكمل معكم ان شاء الله. وهنايا غادي نساليكم معايا فخري بقى شويه، وغنجاوب بزاف ديال البنات اللي كيقولوا لي علاش ما كديريش جولات فخري بقى، علاش ما كت واش ما كترضايش بخري بقى. اول حاجه نقول لهاد البنت كون كنت ما كنرضاش بخري بقى كاع ما نقول انا راني ساكنه فخري بقى وعائلتي فخري بقى يعني عندي عادي انايا انا خري بقيه زعريه. وحتى الناس ديال زعير كيقولوا لي ما كتقوليش انك زعريه، انا زعريه يعني زياده وخلق في زعير، والاصل ديالي كنقولها لكم يعني اصل ديالي يعني ابن عن جد دكاليه وافتخر وعروبيه، يعني علاش ما غاديش نرضى؟ راه بالعكس راه اللي كيفكر بداك التفكير راه مريض نفسي. بالعكس انا كنفتخر اي مدينه مشيت لها، واخا نجلس فيها غير سيمانه، شوف غير اصيل عمري مشيت لها يعني تقريبا اسبوع، وبقيت كنشكر فيها وفي ناسها لحقاش داكشي يعني كتعيشي معاهم داك الاسبوع، راه تعيشنا مع دوك الناس يعني وعرفناهم وعرفونا. اما خري بقى راه مدينتي الثانيه يعني تنقول المدينه الثانيه، اما الرماني راه تنقول لي المدينه الام، فما تبقاوش تفكروا بهذا التفكير. وخري بقى ما كنتساليش فيها وما كنساليكمش فيها حيت كنحشم هكا. انا من النوع اللي ما كنبغيش نثير الانتباه، يعني ما نقدرش نهز التليفون ونبدا نصور بنادم حاضرين، داكشي علاش. وهنا بما ان خري بقى الام يعني المدينه الام الثانيه، فانا غادي ندير معكم جوله في هاد البلايص هادو اللي قادوهم الناس ديال البيوت، وكنبغي نقدم لهم تحيه كبيره من القلب، تحيه لكل وحده رحبات بيا وفرحات بيا وعرضت عليا، خصوصا هاد الدرب هذا كنقول لكم تبارك الله عليكم وما شاء الله على الدرب ديالكم. وكنشكر كيف ما قلت لكم هاد الناس هادو بزاف كبروا بيا ورحبوا بيا وكيقولوا لي صوري، كنقول لكم تبارك الله عليكم وشرف كبير ليا انني جيت وشفت هاد المنظر اللي درتو، ما شاء الله عليكم والله يخليكم ديما الفوق الفوق. وشكرا شكرا والله يكبر بيكم. وكنقدم لكم تحيه كبيره من فارماسي الغاز وزيد الفوق يعني البيوت كامل بصفه عامه ومدينه خريبكا كامله، على الجود ديالكم الكرم ديالكم. صراحه نقولها لكم يعني ناس ما كيحسوش ما كيخليوكش تحسي انك برانيه، كيحسوك انك وحده منهم. وغادي نوصل لواحد البلاصه وغادي نشكر واحد السيده حتى هي اللي قالت لي، كانت الجمعه وقالت لي دخلي تغدي معنا مرحبا بك واخا ما عرفتنيش شكون انا. فكنشكرك خالتي وكنقول لك الله يعطيك صحيحتك، ونخليكم مع هذا الفيديو هذا.
المهم البنات، هنا سالت معكم الجوله، كنتمنى تخليوا كلام زوين لهاد الناس هادو باش تزيدوا تشجعهم، باش يزيدوا يلونوا الاحياء ديالهم. كنتمنى خريبكه كامله تولي بحال هكا، وكنتمنى حتى الحي اللي انا فيه يولي اكثر من هكا. فشكرا شكرا شكرا لكم بزاف، حيت كتعاونوا بزاف على البيئه وعلى الجمال ديال المدينه. فصافي هنايا ساليت كيف ما كتشوفوا، جيت عند خالتي لقيتها دايره كسكسو، خالتي ما كاينش الكسكسو ديالها في العالم. المهم تنقول لها الله يعطيك الصحه والله يخليك لينا. انا راه خالتي كنشم فيها الريحه ديال ماما صراحه، نقولها لكم يعني فيما كنتوحشهم، كنتوحش ماما ولا هذا، كنقول لولادي سيروا شموا فيها الريحه ديال مامي باش هكا كيحيدوا الوحش ديالهم. وهنا البنات غير خرجت من عند خالتي، مشيت عند واحد السيد في الانبيعات ولا كيبيع الطين، صراحه ما لقيتش كلشي بحال بحال. المهم لقيت فيزان مجلجين صافي، وخا الالوان مختلفه غادي نعاود نصبغهم. مثلا داك الليموني ما عجبنيش، غادي نبدل لي الصباغه. وخديت هاد لي بلونط من عند داك السيد اللي سوق العزيزيه، وخا الصراحه كيغلي، وخا كي يعني اثمنه شويه قاصحين. خديت هذوك النباتات اللي رخاص بحال هاد الجهنميه، الحباق. المهم هاد الجهنميه عاجبني الالوان ديالها، داكشي اللي خديتها. وان شاء الله وخديت هاد شيفليره حتى هي زوينه، واخا يعني هاد الشفليره ما كتبغيش غير الشمس البنات، غير هي كتقلب على الجو كتمرض صراحه. ومع ذلك خديتها، فغادي نمشي نقادهم. وهنايا تقاديت البنات، عاد قالت لي واحد البنت، يعني ماشي غير بنت، بزاف ديال البنات قالوا لي راه بورينا كيفاش حتى كتغرسيهم، كيفاش كديري التربه. انا ديجا مشاركه معكم هاد الشيء، وان شاء الله ملي ندير شي حاجه جديده غادي نشاركها معكم. شوفوا تلغريق ديال الطواج نتا هما غرست فيهم. المهم هنايا هاد الفيزان هادو ما كنحملهم الصراحه في هاد اللون هذا، فغادي نجي نصبغهم. كيف ما كتشوفوا دائما الفاز كنمسحو، هاد الفوطه مخصصه غير فوق السطح، يعني كنمسح بها غير الفيزان وداك الشيء. مثلا كندير فيها ليسانس، اي حاجه اي حاجه خاصه تما في السطح. فهنا غنصبغهم بالكحل والدوغي، وغنحتاج صباغه كحله وليسانس. المهم وانتم غتقولوا لي اللون كيفاش جا، واش طوب ولا فلوب، كيف ما ديجا شاركتوا معكم في الانستغرام اللي غنخلي لكم في اول تعليق، مع البنات وعجبهم وشي بنات ما عجبهمش، يعني الاذواق كتختلف. انا فضلت هادو نصبغهم بالدوغي وبالكحل باش كيعطيو داك الشكل زوين بحال الشكل ديال الوريده. فالمهم نخليكم تقولوا لي رايكم، وقولوا لي الالوان اللي ندخلها البنات في السطح. الله يعطيكم السرعه، عاونوني في هذه المساله هذه، وان شاء الله غادي نشارك معكم روتينات زوين، غير حفزوني وشجعوني، راه بدا كيشدني ثاني الاحباط والعجز البنات والله العظيم. فغادي نخليكم هنا باش تشوفوا كيفاش جا. والا ما عندكمش البانسو البنات ديروا غير البونجا. هنايا عندي هاد البانسو رقيق، غادي ندير في ديك الصباغه الذهبيه اللي صبغت بها العود، شوفوا هي اللي غندير في ديك البلاصه اللي بحال الوريضه، وديك الساعه نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غيجي. مهم ضروري ضروري رايكم مهم جدا بالنسبه ليا. فقولوا لي هادوك اللي خديت يعني ديال الطين واش نخليهم في لونهم ولا نبدلهم حتى هما. المهم اقترحوا عليا، كيعجبني الاقتراحات ديالكم كيف ما كانوا البنات. المهم اقترحوا عليا باش انا نستافد، راك شفتوا مشيت لبيوتاوي باش نستافد من الالوان وداكشي اللي دايرين حتى هما تبارك الله عليهم. هادشي اللي غنقول لهم، ها نتوما كيف ما كتشوفوا هو بدا كيبان الفاز. فقولوا لي هاد الفكره خديتها من عند خويا، حيت كاع الفيزان ديال الطين كيصبغهم بالكحل والدوغي كيجيو كلاس، يعني ما كتمليهمش. انا كنت قلت لي يعني ندير الابيض والدوغي، قال لي الكحل والدوغي كيجيو افضل من الابيض والدوغي. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا وتساريتوا معايا شويه ديال الفخر يبقى، وخصوصا الناس اللي كيبغيو يتساراو. وما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير، وكنبغيكم بزاف. السلام عليكم.